السلام عليكم، كيف دايري؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. المهم نبدا معكم صباح اليوم، نهاري من الصباح. عندي شي غرضات غنطلع نقضيهم، المهم هانتوما معايا. الا كانت شي حاجه بطبيعه الحال اللي كتستاهل البارطاج غنبارطاجيها معكم. والغدا مازال كاع ما درت فيه والو، المهم بريباريت شي حاجه، عارفه شنو غادي ندير ان شاء الله. المهم داكشي فيت فيو وشي حوايج اللي غينفعوكم ان شاء الله في هذا العيد. غادي نمشي ناخذ المملحات، دوك لي سكري دوك الصغيورين كيكونوا عند الحلوين ومالحين كناخذهم انا عندنا ديال اللي كاينه في الباطوار. بزاف ملي كنبارطاجي معكم كتسولوني، ديجا وريتكم لادريس ولكن هنعاود نوريها لكم مره اخرى. هذه ديال بنات الروم بوان ديال سوق الحد، انا جايه نورمالمون من جهه دار العجازه، كتوصلوا على هذا لوطيل هذا كتدوروا. كاين هنا اليمن مركز المصاحبه للاطفال المتخلى عنهم، دار حماية الطفولة، هي هادي لي اليمن، كتمشيو تطلعو النيشان. راه دابا خليت مورايا الرومبوان، الرومبوان خليتها مورايا، وسوق الحد بقى عليمن. لو كان زدت في الرومبوان نيشان غنمشي لسوق الحد. المهم كيقلت لكم مركز الأطفال المتخلى عنهم، غتوصلو الزنقة لي غتبان لكم هاد البلاكة ديال التأمينات، دورو على اليسر، غتنزلو معاها النيشان تودغو ما عندكم فين تشلاو. غير سيروا النيشان حتى تبان لكم البوست ديال البوليس. انا راه عطيتكم النعت من الطريق اللي كندوز، كيف ما رديتوا البال هنايا البوست ديال البوليس. كنزيد مازال نكمل النيشان، غتوصلوا هنايا هاد الصنقه، زيدوا كملوا النيشان تيبان لكم هاد مول الحانوت على يديكم اليمين، كاينه واحد الطليعه هنايا راه بيست ماشي شانطي البنات، هنا فين كانت مريم بيسه سابقا. غتدخلوا مع هاد الصنيقه راه فيها واحد الروض، غتكملوا النيشان غتزيدوا النيشان حتى عند هاد النخل هذا اللي تيبان لكم تما بالضبط فين كاينه نديره قدامها. هذيك الجريده هذه اللي كتبان لي فيها النخل هي هذيك، انا نديكم حتى عند الباب باش تشوفوا. راه صورت لكم فيديو كنظن ان النعت باين هنا فين كاين هذا النخل وهاد الجريده، تما فين كاينه ناديه الباب ديالها هو هذا الاول، هذا راه فيه الباب ديال الكرياج الحديد وفيه الباب ديال العود. راه الباب الاول غادي تدقوا عليه راه تلقاوه ديما مسدود. صراحه عند المملحات رائعين، تتبقى احسن وحده جربتها لحد الساعه بالنسبه للمملحات اللي لقيت عندها. كاين هادو ديال القهوه، كاين هذا ديال الكاكاو، كاين عندها كذلك هاد الميني كوكيز حتى هما زوينين، وعندها النوتيلا هذا رائع، هذاك ما يمكنش ما ناخذوش. وعندها هذا اللوز، عندها بطبيعه الحال شكيلات بزاف ولكن هذا هو اللي لقيت كاين عندها. تبارك الله السلعه عندها كطير. صافي هنايا كنا غادي للمطار، خويا الصغير اخر العنقود، صراحه كنحسبو ولدي ماشي خويا، كان جاي ومشينا باش نتلقاو ليه، واخا كان مسكين غير في رمضان كندوز معنا شي ايامات في رمضان، ولكن سبحان الله كل واحد تيخلي بلاصتو. لا قبل الاخت ديالي حتى هي تجي حتى هي توحشناها وخلات بلاصتها وغبرات علينا مده هادي. بطبيعه الحال الورد وصيت عليه صراحه هي يونس ليفرور، الو يونس هو اللي جابوا لي حتى للدار، ان بحكم مشيت نقضي شحال من حاجه ولومبوطياج ما ساليتش انني نطرقو. عرفتوا الطريق تملل كانت عامره، ولكن الحمد لله وصلنا في الوقت، جينا معاه ديريكت الحمد لله على سلامته. صافي هنايا جيت للدار باش نوجد الغداء. هانتوما بالنسبه للطونطام اخر فيديو كنتو سولتوني على طريقه الاحتفاظ، انا كنديرو في بواطه ديال الزاج وكندير عليه الزيت ديالو، عاد كناخذ زيت المائده اللي عندي كنزيد نخويه كنغطيه عليه، ما خفت والو راه ما تيخسرش ليه نهائيا المذاق ديالو. هكا كيبقى عندكم مده كبيره. بطبيعه الحال البواطه كتسد مزيان، وكنديرو في داك المجر في الثلاجه اللي كتكون درجه ديال البروده ديالو صفر، ما كيخسرش ليه نهائيا. اول حاجه غادي نبدا بها هي هاد لاصوص اللي غادي ندير لاصالاد. كيف ما شفتوا انا درت صوص بيستو، كناخذ هذيك ديال بونزاني زوينه بزاف، كنخففها بزيت البلديه، تقدروا بتضيفوا عليها هنايا الحامض، عصير الحامض ضيفوه كيبقى لكم الاختيار. المهم انا كنفضلها فقط بزيت البلديه فقط، كتجي بنينه بزاف. كنخليها جانبا، خديت هنايا لي بات لي ديجا سلقت بشويه د المليحه وزيت بلديه، انا كنخليهم الدينتي باش ما يجيوش معجنين. كنخلط لاصوص مزيان وكنضيف واحد الكميه منها لهاد لي بات، وكنضيف كذلك شويه ديال المايس. غادي نخلط الكل مزيان تنحس بهذيك لاصوص انها تجانست مع لي بات، بطبيعه الحال حسيت انها خاصه راه غادي نزيدها. وغادي نخلط كي قلت لكم مزيان حتى ينسجموا دوك العناصر، ما غنضيف حتى شي اضافات اخرى، فقط المايس هو اللي ضفت لي بات ولاصوص.
ناخذ بلاطو ديال التقديم غادي نفرش فيه الخس. الا كان عندكم داك الخس اللي كنقولوا ليه المشكك اولا داك الاحمر كيكون احسن كيزيد كيعطي لون زوين. غادي نجي ننزل لي بات في البلا كامل على حسب نتوما البلا اللي درتو كبير ولا صغير ولا داير كيبقى لكم نتوما الاختيار فاش غادي تحطوا. بطبيعه الحال الا كانوا لي بلاطو ديال الحديد في الدوغي كيجيو هماويين وكيبانوا اكثر وكتجي فيهم لا صلاه احسن. كنعاود نزيد شويه ديال المايس من الفوق كندير مربعات ديال الفرماج حمر. انا شوفوا ماشي بالضروره تقيدوا بنفس الحوايج اللي درت تقدروا تضيفوا اي حاجه بغيتوا تنقصوا اللي ما بغيتوش ديروا مورتاديلا ديروا داند فومي ديروا دجاج اللي بغيتوا كيبقى لكم الاختيار. غادي نجي في الوسط ديال الطبق ديالي غادي ننزل الطون على شكل طولي كيف ما شفتوني كنحط. فهاد المرحله كي قلت لكم تقدروا ديروا اي بروتين بغيتوا دجاج حوت اي حاجه بغيتوا. غادي تجي حتى لي نوغيت غادي يجيو. غادي نضيف هنايا السوريمي بطبيعه الحال هاد الشيء ما كنخلطوش مع لي بات كنديروا غير من الفوق باش هكا كيبانوا لكم مكونات ديال لاصالاد ديالكم. هاد النوع ديال لي سلطات كينفعوا بزاف خصوصا دابا ان شاء الله حنا مقبلين على العيد غينفعوكم كيتحقطوا هما بيني وبينكم والله الا ساهلين احسن من السلطه ديال الجرده ساهلين ما فيهمش تماره وحتى كيجيو في المنظر كيبانوا هماويين وفي المذاق كيجيو لذاذين بزاف وشي حاجه مختلفه. خديت هنايا كيف ما كيبان لكم قلب النخل اولا ليكور دو بالمي كيتباع هو هكذا تلقاوه في لي غروند سيرفاس وحتى صراحه ولا موجود حتى عند صحاب الحوانت حطوه بالطريقه اللي بغيتو. انا فضلت انني نخليه كوزينتو بالبافو. تقدروا ديروا دوك لي بيبي مايس داك الدراس صغيورين طويولين حتى هما كيجيو صراحه زوينين في هاد لاصالاد بحال هكذا. لي كور دو بالمي ما بغيتوش تخلوهم هكا تقدروا تقطعوهم هكا طريفات يبقى لكم الاختيار ديروا اللي بغيتو. صافي هنايا كنجي كناخذ شويه ديال الجبن كنحطو فوق الطون بالضبط. هنايا تقدروا نتوما ديروا اي نوع جبن. انا درت هذاك الجبن ديال كريم تشيز ديال ديك السطيله ميلكي فود هو اللي درت. صافي كناخذ صوص بيستو ديالي كنحاول هكا نرشها شويه اولا نخويها خطيطه هكا على لاصالاد من الفوق. انا عطيتكم هذا الاقتراح ديال صوص بيستو نتوما تقدروا تعوضوها بصوص فينيغري حتى هي كتجي زوينه غير هي هذه مختلفه. كاينه كذلك حتى هاد صوص بازيليك صوص سلطه بازيليك ديال ستار صراحه حتى هي بنينه فيها اللوغو ديال الحبق بنين زوين وكتجي مع كنديرها انا صراحه بزاف مع لي سلطه كتجي زوينه بزاف. كانت هذيك هي لاصالاد الاولى دابا غادي ندوزو للسلطه الثانيه حتى هي سهله بزاف. كناخذوا الخس مقطع ديروا اي نوع ديال السلطه كندير فوقه الطوماط سوريز مقطع على جوج ديروا الطوماط سوريز ديك الطويله كتكون بنينه تقدروا تزيدوا حتى ديك لورونج صراحه كيبقى هو نفس المذاق ولكن بطبيعه الحال اللوينات كيلعبوا دور كبير في لي سلطات. هاد الخس والطوماط سوريز كيبقاو هما الاساسيات ديال هاد الشلاضه ما تبقى لي زدو راه كيزينها كي كنقولوا. غادي نجي نخوي عليها شويه ديال صوص بيستو من الفوق باش هكا نبننوا هذيك الطوماط اولا ديك مطيشه صغيره. هنايا غادي نبدا نضيف الاضافات اللي عندكم ضيفوه. ضفت انا هنايا شويه ديال هاد الذرة عفوا اللوبيا الحمراء اللي كتباع معلبه بطبيعه الحال هادشي المعلب قبل ما نستعملوا اي حاجه ضروري نشللوها. ضفت هنايا كذلك المايس غادي نضيف السوريمي نضيف كذلك فرماج حمر مقطع تقدروا تضيفوا خيزو محكوك طويل تقدروا تضيفوا كذلك الخيار مقطع مربعات. نبان لكم ضفت الفرماج على جوج خطرات هذاك الاول غير اللي كان شاط ليا من السلطه الاولى. ضفت كذلك هنايا عاوتاني قطع ديال السوريمي. بالنسبه للماركه ديال السوريمي لحد الان كتبقى ديل باشا هي احسن وحده جربت. نجي نضيف هنا الفيتا. فيتا راه بارطاجيتها معكم في الفيديو السابق انا احسن وحده كيف قلت لكم هي هذه ديال الراعي اللي كتكون هكا ماغيني بالاعشاب. كنضيف كذلك مربعات ديالها صراحه جربت ديال العبار وجربت هذه كتبقى هذه احسن وجربت هذه اللي مرقده في بزاف ديال الانواع كتبقى هذه ديال الراعي احسن وحده لحد الان جربت. داكشي علاش فين ما تقديت شي حاجه كنعاود نبارطاجيها معكم لان حنايا كنكونوا مجبرين اننا كل مره نجربوا حاجه في شكل باش هكا نعطوكم فكره على الحويجات اللي كاينين في السوق وعلى لي مارك واللي حسن فيهم. هنايا كنجي كنضيف قطع الموتزاريلا الا كانت عندكم ديك الموتزاريلا كويرات دوك الصغار كتباع في لي غون سيرفاس بالعبر حتى هي صراحه كتعطي منظر احسن تقطعهم على جوج وتحطوهم. هنايا جيت كنضيف الاناناس
من الاساسيات في هاد الشلاضه هي ديروا شي حاجه حلوه، يا اناناس يا زبيب يا مانغ اللي عجبكم. غير اناناس كيجمع ما بين ديك الحموضه والحلاوه، كيعطي فيها واحد المذاق اللي هو زوين بزاف صراحه، حتى المانغ يكون فيها زوين. اللي نسيت في هاد الشلاضه للاسف ما تفكرتوش هو لافوكا، حتى لافوكا كتجي زوينه، قطعوها حتى هي طريفات، ضيفوا لها شويه الحامض وباش ما تكحلش، وديروها حتى هي صراحه كتعطي اضافه زوينه في هاد لاصالاد. ضفت كذلك الطون، نعاود نقولها لكم مره اخرى والله العظيم الا هاد النوع ديال السلطه اسهل بكثير من هادوك المعتادين اللي كنا كنديرو ديال صوطي هادي خلطي هادي. هادي ما كتجي كتحطي كلشي في لي بلا، كتخوي عليهم الصوص من الفوق وتيجيو حتى في الحطه هماويين. هنايا خديت صوص بيستو، ضفت لها شويه د الزيت البلديه، وضفت لها شويه من ديك الزيت اللي كانت مرقده فيها الفيتا، كتعطيها واحد لوكو زوين بزاف. صافي خويتها شويه على لا سالاد، خديت هنايا شويه ديال الكروفيت صوطيتو في الزبده وشويه الملح وشويه البزار وشويه الثوم بودره، صافي حطيتو حتى هو. ضفت كذلك عاوتاني لا صوص من الفوق، وغادي نضيف هنايا، غادي نجي غادي نضيف الكركاع. هنايا ممكن تضيفوا اي حاجه، تقدروا ديروا نسيت واحد الاضافه ما قلتهاش لكم، الكينوا كتجي مع هاد لاصالاد رائعه، كتجي معها خطيره بزاف. غادي نبارطاجيها معكم ان شاء الله نهار نديرها بالكينوا، ونوريكم الطريقه ديالها، كتجي حتى هي زوينه بزاف بالكينوا. تقدروا كي قلت لكم هنايا تضيفوا بودور الشيا، الزريعه حتى هي زريعه ديال نوار الشمس، كتجي حتى هي رائعه. دوك الزرارع ديال الخبز تقدروا تضيفوهم، كيعطوا هذاك الكروكون زوين بزاف. ضفت كيف ما شفتوا البيض، قسمته على 4 وحطيته حتى هو زوقت به. تقدروا تقطعوه دوائر، تقدروا تقطعوه بالطريقه اللي بغيتوا. صافي وحطوا الكركاع، الكركاع كيعطي واحد الكروكون زوين. هنا بالنسبه للبلا البرينسيبال درت البسيطلات ديال الحوت، وحطيت هاد لي بلا باش نحط فيهم اللي عندي، وبقى لي هاد القنيط خاوي وزدت حطيت فيه البسيطلات. عاد من بعد وانا نتفكر باللي راني درت تكتوكه، نسيت واش درتها. صافي حطيت هاد الطويجنات، صراحه كنت خديتهم في رمضان وما بقيت كاع استعملتهم، كنت خديتهم عند شوب باينانو، راه ديما كنبارطاجيها معكم، كتجيب المعينات صراحه عندها حتى هي معينات فنين زوينين بزاف. هنايا حطيت الطبيله وجدتها، المهم عرفتوا هاد النار وحق الله ربي العالم راه بحال معمريني بالضو كي كنقولوا. حطيت لي سلطه، ونعاود نكرر مره اخرى لي سلطه الا كانوا في لي بلا ديال لي بلاطو ديال الحديد الدوغي، كيجيو هماويين وكيبانوا اكثر. وحتى الخص الا كان داك المشعكك ولا داك الحمر كيجيو فيه، كيجيو في الحطه زوينين. هانتوما البنات صراحه والله الا كتجي منظر رائع وغزال، وكيبانوا هماويين ورويقيين وفي البنة الداد ما نعاودش لك، خصوصا بالصوص بيستو عطات واحد المذاق اللي هو مختلف على اللي مولفين وعلى اللي معتادين عليه. تقدروا كي قلت لكم ما توفراتش ديروا ديك صوص بازيليك اللي وريتكم، كتباع في مرجان الا باقي كنعقل شي 11 درهم، ولا كاينه الاخرى ديال الموطاغدا الانسيان حتى هي زوينه لا فينيغريت. صافي هذا هو البلا كيف ما كيبان لكم. درت الحوت الصول مقلي، حطيت معاه بطبيعه الحال التكتوكه، وهنا درت هاد الفخيضات ديال النيوغيت حتى هما طيبتهم في الاير فراير. صراحه جا البلا بنين بزاف، جا ولدات، خصوصا هذيك لا سلطة اصلا تبارك الله كتشبع، ما تحتاجوا كاع تاكلوا معها شي حاجه. نتمنى هاد لي سلطة ينفعوكم، خصوصا اننا مقبلين على عيد الاضحى، ونتمنى انني نكون عطيتكم افكار. شكرا لكم بزاف، نتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات قادمه. عيد مبارك سعيد.